السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المتابعين متابعي قناة الإعلاميات للجميع. فاليوم درس جديد، درس رائع، تابعوني إن شاء الله تعالى. نتعلموا اليوم كيفاش نتعرفوا على جميع الأنواع اللي في شي، ونفرقوا بين اللي في شي الوورد، اللي في شي إكسل، اللي في شي باوربوينت، بي دي إف، ولي دوسي. كي كتشوفوا قدامنا هنايا ان دوسي، هو هذا سميتو لو تيب دو فيشي. دونك غادي ندخلوا ليه. كي كتلاحظوا عندنا في وسط هاد لو دوسي ان اونسومبل لي زيليمون، بزاف جاو يعني لي زيليمون. من هاد لي زيليمون غنعرفوا كيفاش نفرقوا بين فين هو الفيشي الوورد، فين هو الفيشي ديال اكسل، فين هو الفيشي باوربوينت، فين هو البي دي اف، فين هو الدوسي، فين هما الفيشي ايماج، فين هما لي فيشي صون، ولا لي فيشي ام بي 4. اول حاجه، اول طريقه بها كنتعلم يعني نفرق بين الانواع ديال لي فيشي، هي طريقه سهله جدا. هو كنشوف من خلال الصوره، او من خلال ما نسميه بلي زيكون، من خلال ليكون ديال لو فيشي ولا ديال لو بروغرام، يمكن تعرفوا على يعني النوع ديال الفيشي. بالتالي فكي كتشوفوا هاد الدوسي هذا، عندنا فيه انونسومبل دي فيشي وورد اللي عندهم لو سامبل ديالهم ولا ليكون اللي هي دبل في بالزرق. كي كتشوفوا دونك هادو عندنا مجموعه من لي فيشي ديال الوورد، هما هادو ليكون ديالهم باينه. عندنا لتحت هنايا مجموعه من لي فيشي ديال مايكروسوفت اوفيس اكسل، اللي هذه هي لي كون ديالهم اكس بالخضر، هي كتشوفوا. وعندنا سكون ابي لي فيشي بي دي اف، راه باينين طبيعة الحال. لتحت هنايا عندنا سكون ابي لي فيشي باوربوينت اللي عندهم ليكستونسيون بي بي تي. وعندنا ما يسمى بلي دوسي، راه باينين هما هاد الصفرين هادو. وعندنا سكون ابي دي زيماج طبيعة الحال، اللي عندهم ليكستونسيون جي بي او جي. وعندنا لي فيشي ام بي 4. في هاد الدوسي هذا يمكن نديرو الترتيب ديال هاد لي زيليمون سو فورم دو ليست باغ اكزومبل، و غنديرو ان كليك دغوا في وسط لو دوسي، نديرو غي اورغانيزي لي زيكون باغ، مثلا غنختارو باغ تيب باش يعزل ليا باغ تيب. دونك عندنا هاد لي زيليمون بربعه الاولانيين، دونك سو سون دي دوسي، هادو كيتسمو دي دوسي. دونك اشنو هو دوسي؟ دونك شنو دابا الفرق بين هاد لي دوسي بربعه وبين هاد لونسومبل لي زيلمون الاخرين؟ هاد لي دوسي سو سون دي كونتينور. شنو هما؟ شنو كنقصدو بلي كونتينور؟ هما يعني دي زيليمون لي كنستعملوهم باش كنديرو لو تخي ديال لي فيشي في البي سي، يعني كنستعملوهم باش كنبداو نجمعو فيهم دي فيشي، او لا ممكن نجمعو فيهم حتى دوطخ دوسي. يعني هذا سي تان كونتينور، دونك هذا سي تان كونتينور، هذا تا هو سي تان كونتينور، هذا سي تان كونتينور. دونك كلهم سو سون دي كونتينور، دي كونتينور دي زوبجي، يعني ممكن يحتويو على دي فيشي، ممكن يحتويو على دواسة اخرين. بخلاف هادو سو سون دي فيشي، دي فيشي بي دي اف طبيعة الحال، اللي كيتقراو بلابليكاسيون اكروبات ريدر. وعندنا هاد لي فيشي اخرين اللي هما دي فيشي وورد اللي كيتقراو بالمايكروسوفت اوفيس وورد. عندنا هاد لي فيشي لي فيشي اكسل اللي كيتقراو بالاكسل. عندنا لي زيماج بطبيعة الحال اللي كيتحلو بلابليكاسيون ديال لي زيماج. وعندنا لي فيشي باوربوينت اللي كيتحلو بلابليكاسيون مايكروسوفت اوفيس باوربوينت. عندنا لي فيشي سون هنايا اللي كيتحلو بلو بروغرام في ال سي ميديا فايل، او لا يعني اي ليكتور اخر ديال اي يعني ميديا اخر. دونك هذه هي الطريقه اللي ممكن يعني لقيتها فاش تنقولوا فيشي، راه كاين بزاف ديال الانواع اللي فيشي. دونك هاد ليكزامبل اللي وريتكم راه ايكزامبل سامبل، يعني من خلاله باش نطلقوا توليو تفرقوا بين لي في اشنو هو فيشي واشنو هو دوسي. نتمنى انكم استفدتوا من خلال المتابعه ديالي في هذا الدرس. سنوني في الدرس اللاحق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.